في 20 من تموز عام 2016 قتل نبيل سكاف الملقب بأبو مصعب في مدينة حلب ودفن فيها، وهو أبرز القياديين اللبنانيين في تنظيم داعش ويعرف بالرجل الثاني في داعش على المستوى اللبناني. نبيل سكاف قاد أبرز هجمات التنظيم على الجيش اللبناني في أحداث بحنين التي وقع ضحيتها عدد من الشهداء، ثم انتقل إلى سوريا ليقاتل في صفوف تنظيم داعش ويصبح من أكبر المطلوبين لدى الدولة اللبنانية. كاميرا الجديد قصدت قضاء المنية وقرية بحنين تحديداً مسقط رأس سكاف، حيث تحول الداعشي إلى شهيد. مين هيدا؟ مين سكاف؟ ورقة النعي هذه تؤكد تقبل التعازي على مدى 3 أيام بالداعشي المطلوب، لكن عائلته التي علمت بمقتله عبر اتصال هاتفي رفضت الكلام أمام الكاميرا. مرحبا. يعطيكم العافية. نحن من تلفزيون جديد. باختصار يعني باختصار شديد لا. حضرتك خيول. نعم نعم أنا في شيء بس مش ما ناخد ونعطي كثير لأنه الموضوع متاعي يعني مع كل التلفزيونات يعني. لا ما في مشكل ابدا. وما في شيء، ما في شيء، لا عزا ولا في شيء ابدا ابدا. اهالي سكاف ينعون شهيدهم، واخرون يزفون مقتل ارهابي. ليال بوموسى، قناة الجديد.